دابا هاد البلاد بغيت واحد المعلومه مهمه جدا. دابا هاد المغرب هذا زعما ماله؟ واش ناقصه شنو؟ مستقر، راه البلاد راه الخدمه، راه الناس واكله شاربه، راه الوقت غدا كاين مشاكل، راه الدوله واش الدوله ضعيفه زعما كتصورون انتم الدوله كاين واحد الخطر وغطيح؟ ما فهمتش انا هاد المعادله والله ما فهمتها. كتصوروا دوله ضعيفه، واش الدوله زعما ما عندهاش اللي يحميها؟ ما فهمتهاش. ندافعوا واحد، ولكن الصوره اللي كتصورونا غنمشيو نقابلوا ايه صافي حنا، واش اللي قال شي حاجه نبقى نقابلوا انا؟ انا عندي سؤال السي زهراش، علاش عقل هذه المعلومه؟ علاش داك السيد كنت حداه وقال كلمه على جلاله الملك بسميته، واش الا قال واحد الشخص يقولها حداك؟ علاش ما تعرضتيش في الندوه الصحفيه؟ علاش ما يقدرش يجبد هادشي؟ علاش علاش مشيتو الحميد قال لا قولوا هذه؟ وراه تما نبهتكم واحد الانسان تيقول شي كلامه عباد الله من افترضوا ماشي مسؤول سوقو خاوي يقول عليه اللي بغيتي. واش بغيتيني انا نشد كلامه ونبقى نروجوا وسط الشعب المغربي على جلاله الملك هكا؟ هذه اخلاق؟ علاش ما تعرضتيش لهذه؟ شنو قال على الملك سميه الملك بديك الطريقه؟ وهذا واش نتافط؟ ياك نتوما كتدافعوا على البلاد وحنا حنا كندافعوا على البلاد، ما كاين باس، انا ما نشكش فيك، انت سيدي كتدافع على البلاد، ما صيفطك حتى واحد، مشيتي بمالك الخاص، ولكن ديك الاساءه لجلاله الملك بغيتي نطبعوا معاها، وانت ترددها انت وداك السيد كتردوها. نقسم لك ما بغيتش نقول واحد الكلمه، شمت يكون الحب للملك؟ راك شي نقول لك واحد القضيه سي زهراش، خذ مني هذه المعلومه. اخطر اذكى هو الراي العام. شتي الدوله والشعب كيكون كيتصنت راه كيعرف شكون اللي كيبغي الملك شكون ما تيبغيهش. واخا تقول كنبغي الملك ماشي عليك، انا ما نشككش فيك لا انت ولا غيرك. اي خذ مني هذه المعلومه. شتي الا تجرأتي تخرج شي كلمه شتي كيكون الحب راه كتحسب راه كتبين الكلام ما تقدرش. هذيك الكلمه اللي قال على جلاله الملك علاش ما وقفتيش عند قالت حداك انت محامي ما حبستي ما قطعتي ما خليتيها دازت وتنشرت هي في اليوتيوب موجوده ما تقالش. هذاك سميته الملك فصل 47 شخص الملك للملك واجب التوقير ولا تنتهك حرمته ولا تنتهك حرمته. الملك ما كتنتهكش حرمته، كتعرف شنو هي الحرمه؟ راه ما كتمشي تسميته وتلويها له ولو ترددها قالها واحد السيد، راه انت تنتهك حرمه الملك السي زهراش. هذه هي الخطا اللي طحتي فيه هو اللي خلاك دير هاد الندوه وتقلقتي وتعصبتي. انا قلت لك في حلقه اخرى الخطا وارد ما كاينش مشكل، ولكن هذا هو السبب، غلطتي ماشي انا اللي غلطتك، ما كانش ديك الكلمه تدوز. راه كاين شي حوايج كيريبوا يوميا الاخلاق، نبقاو نقزوا على المؤسسات الدستوريه نقعها بالعقل. راه ما كتحسوش شنو كديروا، راه ما كنقولكش انت يا ما عرف كيف داير، كنقولك ربما ما كتشعرش ما كتحسبش. علاش ديك الكلمه اللي تقالت على جلاله الملك هذيك هي اللي خلاتني وما جبدتهاش؟ والله ما نقدر نجبدها دابا اخلاقي، ولكن فقط انبه باش ما يتكررش هذا الشيء. وكلمه اخرى سي السي السي زهراش، شوف شتي ديك لا انت ولا ديك السيده ولا الجهات اللي كيقول لها قولي داك الشيء، هذه مزيان نختمها معاك مادام جبدت ولا شتي ديك الام ديالي نقسم لك بايات الرحمن، انا نقول لك نتمنى تسامحك الله ديك السيده. والله انا يقول شي واحد على امك شي كلمه لا انت ولا انت ديك السيده والله تنقطع اللسان، والله ما نقدر نجبد لك امك الله يرحمها، الا كانت ميته كانت بحيه الله يطولها، جبتي لي امي انت يا ربي طول العمر امك الا كانت حيه، كانت ميته الله يرحمها هذيك ام مسكينه شان نجبد امي؟ تعرف امي كيعرفوها ناس بعض الناس، امي كتجمعوا الناس اللي كيعرفوها من يكون عندنا شي اسبوع ولا شي حاجه، امي عندها ذكر، امي عندها اربعه الفقها خوتها من انقى الشجرات في البلاد العائله ديال امي. تعرفي ديك الشجره منين جايه امي؟ شكون هي امي؟ السي زهراش ماشي حشومه، انت ياك هذيك رئيسه ديالك الجمعيه ياك معاك في الجمعيه، رئيسه ولا معاك ياك معاك في الجمعيه، كتقيد انت وياها هذه كتعرفها وكتعرفك في الجمعيه. يا وشنو تقول لفمي دابا انت حقوقي وقلتي امك تقاست ثلاث سنين وانت علاش تقبل على امي؟ انا ما نقبلش شي واحد يقيس لك امك، والله ما عمري سمعت شي واحد وادينه. حنا السداكي ما عندناش الحق في هذه الحمايه في هذه البلاد، دابا انا صحفي كيفاش غنخدم في هذه الظروف؟ ينهش عرضي وعرض زوجتي وعرض امي والخطابات والصفحات، عرفتي شحال ديال الصفحه كتهاجمني؟ ديروا المهداوي ديروا هكا خارجين صافي، كاين الفراغ في البلاد، بقاوش الاحزاب بقى والو، بقى هاد الصبيات وبعض الاصوات الاخرى، ما نقولش عب وحدي، كل واحد خارج له. ها رضا الطوجني عاوتاني خارج له، ها الاخر عاوتاني ذاك اشرف بن المدن ثاني مسكين خارج له، كاع عباد الله عدد منهم.
علاش شنو 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 على شنو حنا شنو قادر حنا ضحايا ديال الفراغ السياسي كنناقشوا كننبهوا شحال من حاجه نبهنا لها حنا الصحافه والسلطات حلتها شحال ما عندناش دور اختلاف معنا هكا تخرجوا لنا دابا هاد المواقع ديال اليوتيوب وهاد الصفحات وقاسين في ما نحط شي فيديو ديزلايك عرفتي كيسالين وانا ملي ما قلت لكم المغاربه ديروا جيم جيم هجوم عليا كتجيني اشعارات الهجوم هجوم كاسح باش طيح لي هاد القناه ايوا اش غنقول لكم الا ما خديناش حقنا في الارض عبد الله عز وجل ناخذوه حنا محقورين في هاد البلاد ونقسم بالله ما كنعيش انا بعد نهضر على راسي انا واسرتي والله ما كنعيش في امن وفي سلام والله حتى كناكل خبز حار ودي حقيقه والله اخوتي المغرب يا ما كنحس بطعم الحياه كنكرهت ترجع حياه بصح كل لقيت بعض المره كنقول واخا هي والله ما كرهت شي خدمه اخرى راه عندي اسره عندي تحمل عندي باش نعيشهم واجب صحفي وخصك تصمود ولكن راك ترى راه الدق بزاف راه صفحات ويوتيوب في ما تفيق الصباح وانت مشهر بك قدام النيابه العام قدام البوليس قيسوا واش انا ماشي بنادم المسؤولين ما كيتقحك كلمه كي عندهم انتم ما عندكمش الشرف وحنا ما عندناش كرامه حنا ماشي بشر الا غلطنا الفلطه بالكبوط ما كاين مشكل وراه غلطنا وخلصنا وخرجنا واحترمنا ولكن علاش 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 ما تحميوش علاش ما تحميوش السي عبد السي داكي والسي عبد النباوي علاش ما تحميوش انا ما تحميونيش امي مالها ماشي امراه مغربيه مسكينه ما عندهاش حقوق في الدستور في القانون الجنائي في قانون الصحافه في قانون كيفاش تشتغل في هاد الظروف كيقول لك المهداوي وشوف كنعلنوا التوابيت البلاد واللي بغيت وشوف اش كنواجهوا تصور كون كان عندي شي موقف متطرف لا قدر الله ولا خصك تبقى في هاد البلاد ويوميا تقول تعطي انا 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 وخصك تهاجم الاخرين باش تقدر تلقى زعما شي بلاي وما عاد ذلك ولا سلكتي ما تهضرش على الفساد علاش لان اصعب شيء هو الاعتدال جمال بن عمر اللي كان مرسول ديال الامين العام المتحده في اليمن كان معتقل في حركه الى الامام ودار مراجعه وسط الحبس تلقى حفيظ بن هاشم كان هو اليد اليمنى ديال ادريس البصري ما هوش يعطيه الباسبور قال له السي بن هاشم انا درت مراجعات واعتدلنا علاش هذا العذاب مالكم قال له بن هاشم انتم خطر علينا من الاخرين اللي كنقولوا عليهم عدمين ومتطرفين قالوا انتم اللي مصيبه عندنا قال لهم انتم هما الخطر الحقيقي يعني الاعتدال هو الخطر في هذه البلاد لكنتي معتدل قالوا علاش لكنتي مطرف ساهل طق طق خارج الاجماع ساهل نحيدك قال له ولكن الانسان وطني ملكي معنا مزيان كيحرفك كي غنديروا نحيدوه كنديروا كيبرزتنا لانهم نفس بحالنا معاه هذه هي الحرب علاش كيديروها عليا خصك ضروري المهداوي يخرج طرف ارتاح على الطرف والله لا طرفت يا ربي اللي يوريني الحبس انا ما كنبغيش الحبس عندي وليداتي والله ما باغيه ولكن الا تكتب عليا من اجل بلادي وقدر الله عز وجل راه غندوزو كما دوزت الاخر ببساطه شديده كندير مجهود باش ما باغي لا حبس الحبس خايب وما يحمل ولكن الا كتب عليا من عند انا ديما نقول هذاك الله بغى عليا ربما ماشي سير ما بحال في الحبس الاول دوزتو وديت الاجازه في القانون درت الماستر تعرفت ربما فيها خير اخر ولكن انا والله ما كنسعال وكنتجنب المشاكل كنحاول نكون باش نكبر هاد الاسره مسؤوليه عندي ولكن الا كان هذا هو هدفكم السي زهراش نقولها لك راه كاين الله عز وجل اقوى شي نهار تامن بالله مزيان تامن وتكون كتامن برضات الوالدين وتكون كتامن انك مع بلادك وما كتظلمش شي واخا يجي الظلم ظلم سيدنا يوسف نبي الله وظلم الفلاسفه وظلم سقراط اعدم على فكرته وهلم جرة تاريخ ديال هذا الشيء واش غنقول لكم اخوتي المغاربه سمحوا لي تعطلت وتسمحوا لي طولت ولا قلت شي كلمه ماشي هي هذيك قلت بعض العبارات هنا والله اخوتي حتى كنعتذر منكم والله ما اخلاقي هما كيجرونا لهذا الشيء اخوتي المغاربه يحولوك تولي هكا ولكن المغاربه كي غدير انتما كيصحابكم ساهل ما تجاوبش هذا الشيء كثر صفحات يوتيوب راه تعبئه يوميه ماشي واحد ولا جوج راه كي كنحط الماده البارطاج وكيخلصوا عليا سمعت كاين شي شركه خاصه شركه في الدار البيضاء خاصه شي امارات ولا شي دوله والله ما عرفت شكون ما نقدرش نتهم واش امارات ولا دوله اخرى والله العظيم اشاعه ولا قال صافي حيت كنلقى عندي انا غير كنحط تعاليق 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 الهجوم الهجوم كيسينياليوني شكون هادو والله ربي والله ما عارف راه كنتعرضوا الى ونتمناو لعل وعسى الرسائل توصل ومع ذلك السي زهراش شوف نقولها لك بمنتهى المسؤوليه ماشي زعما تسير القضاء الى حسيتي براسك تظلمتي انا نقولها لك القضاء راه ملادنا القضاء
ونحب قضاء لو ظلمنا قضاء بلادنا مرحبا بها. انا اؤمن بقضاء الوطني مرحبا بك، ولكن خارج هذا الشيء هذاك حقك. والله ما نبغي نسئلك شي هذا الحق اللي درت عليك دابا، اقسم ربي العز يرزيني في ولادي يا ما حملت نديرها ولا حامل نهضر عليك بهالطريقه. دابا انت فرض انت محامي وعندك ولادك وعندك ما تجرناش لهذا الشيء، قلب فينا. ولكن لا راه غدا غتموت انت ولا غنموت انا، عيب خايب العيب خايب. انا عارف هاد الهضره ما غتقرش فيك وما غتقرش في عباد الله والناس عندهم هكا، ولكن كاين شي واحد الله كيعلم على الطاويه وعلى السرير. الحمد لله كاين سيدي ربي. كنشكركم اخوتي المغاربه.